بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. راح نكمل محاضرات فوريير. احنا وصلنا هنا فوريير كوساين اند ساين سيريز. فوريير كوساين اند ساين سيريز هذه راح نستفاد من عدها بمعرفة الدالة هل هي زوجية ايفن او دالة فردية. يعني الهدف من المحاضر هو اولا معرفة نوع الدالة هل هي فردية أو زوجية، حتى نتخلص من إحنا عندنا ثلاث ثوابت الأي نوت والأي إن والبي إن. فإحنا إذا كانت الدالة فردية منه اللي راح ينحذف من الدنيا يطلع قيمته مباشرة صفر، وإذا كانت زوجية أيضا. فشلون راح نتعلم نعرف الدالة فردية لو زوجية؟ أولا فوريير كوساين سيريز إذا الأف أوف إكس إز إيفن، إذا الدالة زوجية لازم تتحقق هذا الشرط. خلينا نشوف احنا اذا الكوساين سيريز يعني معناتها الداله شبيهه زوجيه لازم يتحقق هذا الشرط. اف اوف ناقص اكس تساوي لنا اف اوف اكس اللي هو هذا. واذا كانت الداله فرديه اللي هي ساين سيريز اود فاكشن داله فرديه لازم يتحقق هذا الشرط. طبعا هذا الشرط خطا، هنا عندنا لازم هنا ناقص وهنا زائد، يعني نفس هذا احنا غلطانين به. يعني اف اوف ناقص اكس يساوي لنا اف اوف اكس. طبعا الكوساين تتعرفون هو هذا رسم الكوساين. الكوساين هو دالة زوجية، شو يسمي كوساين سيزن دالة زوجية. اي قيمة هنا نفس المقدار بس تاخذها بالسالب تنطيني نفس الشيء، فمعناته الاف اوف اكس مال هذا اف اوف مال هاي القيمة هي نفس الاف اوف مال هاي القيمة، يعني دالة ايفن زوجية. بالساين لا بالعكس، هنا راح تصير دالة فردية لان هذي هو هذا. فهنا مثلا هذي اللي هي 90 قيمتها واحد، بناخذ يعني الاكس من يكون 90 من ناقص 90 راح تصير هنا قيمتها ناقص واحد، فمرة ناقص واحد مرة واحد. فاذا الاف اوف اكس يتساوي لنا راح تساوي ناقص الاف مال الناقص اكس. اذا تحقق هذا الشرط، اذا الدالة شبيهة راح تكون فردية. زين هنا لازم نختبر على هذا الشرط. شوف هسه هذا الواي تساوي ان اكس تربيع، اي قيمة هنا للاكس اذا تاخذ بالناقص تاخذها بالناقص راح تطلع نفس المقدار، في حين الاكس تكعيب اي قيمة هنا اذا تاخذها بالسالب راح تطلع ناقص. فإذا تحقق هذا الشرط وهذا تحقق هذا الشرط. إذا أول ما نحفظ لنا الشرطين ونشوف الدالة الفردية ولا زوجية. زين وإذا عرفنا الدالة الفردية وإذا زوجية إيش راح يصير؟ هسه نشوف إيش راح يصير. بعد ما نحتاجها ناخذها. example الاف اوف اكس تساوي لنا اكس من ناقص 2 ل 2، هاي نجي نرسمها. الرسم شلون يكون؟ يعني اذا هي ما مرسومه احنا نجي نرسمها، نقول هاي الاكس وهاي الاف اوف اكس اللي هي شو تساوي؟ تساوي لنا اكس. بالناقص 2 احنا نبي من ناقص 2 راح تساوي لنا ناقص 2. وبال 2 احنا ما بالخط المستقيم نحتاج نقطتين بس، يعني مو لو تربيع نحتاج اكثر من نقطة. بالناقص 2 حددنا هاي النقطة، ناقص 2 ناقص 2 حددنا هاي النقطة 2 ب 2، نرسم خط مستقيم هذه الدالة مالتنا. هسه هذه الدالة رسمناها، طبعا من نرسمها راح نعرفها زوجية ولا فردية مباشرة من الصورة مالتها. أو نروح نختبرها بالاختبار مالتنا اللي هو ناخذ قيمة x مثلا 1 مرة ومرة ناخذ ال x ناقص 1. منا نطلع ال f of x طلع لي 1، هي نفسها x منا راح يطلع لي ناقص 1. هذه وهذه بيناتهم فرق بالإشارة، إذا ال f of x تساوي لي ناقص ال f of x، إذا هي دالة فردية. هسا إذا فردية إيش راح يصير؟ شروط الفردية إحنا قبل هاي لازم ناخذ هاي. يعني إذا صارت الدالة فردية لازم نكتب القانون. القانون شو يقول؟
الكوساين سيريز هذا اللي هي الدالة الايفن، الاف اوف اكس تشتغل، الاي نوت والاي موجودات، البي ان صفر. واذا الدالة فردية الاي نوت صفر يساوي لنا الاي ان صفر، اي نوت والاي ان اثنينها صفار، والبي ان لها قيمة. هذا بالنسبة للدالة الزوجية، وهو انت ذاتي تشتغلها اعتيادي هو اوتوماتيكيا راح يطلع صفر البي ان اذا الدالة فردية، واذا الدالة زوجية، واذا الدالة فردية راح يطلع عندك الاي نوت والاي ان صفارة والبي ان لها قيمة. اذا هذا نفس القانون مال اف اوكس القديم، بس كان شو وياه؟ وياه زائد بي ان ساين ان باي، ونكمل هذا كل ان باي نفس هذا يجي هنا ان باي على بي اكس بس ساين. هذا صفر هسه هنا جوا صفر الاي نوت والبي ان. قيمة الاي نوت هنا خليناها من صفر الى بي، طبعا بي اللي هو نص التردد، لان فترة التردد من ناقص بي لحد بي. ف يعني احنا مو عندنا هيك مثلا هذه هاي الدالة زوجية، خلينا نقول من ناقص واحد وهذه واحد، احنا راح ناخذ هاي وحدة من عندها مو اثنين هين، ونضربها باثنين لان مساويات، فناخذ التكامل من صفر للواحد بس لازم نضربها باثنين. شلون ما سوينا بهذا مثلا؟ هسه هذه الاي نوت ضربناها باثنين بس اخذناها من صفر للواحد، والاي ان اخذناها من صفر لواحد ضربناها باثنين. كذلك بالنسبة للبي ان نفس الشيء، بالدالة الفردية اللي هي هذه، هاي الدالة الفردية راح هي هاي نفسها، هاي المساحة هذه نفسها هذه، فناخذ وحدة ونضربها من الصفر للبي ونضربها باثنين، هاي الاثنين هنا ضربنا. فإذا القوانين هنا نفس القوانين القديمات بس شوية ترتبا، هذا أيضا تنحفظ حتى نعرف ايش تحفظ انت. انت تحفظ الايفن هي الكوساين البي ان صفر، مو تيجي تقول ايفن واستخدمت لدى القوانين جوا وراح تاخذ صفر قبل، يعني غلط. لا باقع على قبل هو احسن، نتحلهم كلهن هو افضل. فلازم تصفيه انه الكوساين هي ايفن، الساين هي اود، بالاود قيمه الاين والاينات صفاره، والزوجيه هي البي ان صفاره. راح نرجع للمثال مالنا هسه، هذه فرديه قيمه الاينات والاين صفاره، قيمه التردد هو من ناقص 2 ل 2 يعني من ناقص بي للبي 4، اذا البي هي 2. راح نبدا نكامل من 0 الى 2، هذه الاف اوف اكس خليناها قيمتها اكس ساين ان باي على يمن على 2 اكس دي اكس. هسه هذا التكامل شلون تكامله؟ بتريد بالتجزئه، تريد بالجدول، كيفك ساين ان باي تجزئه يعني اليو دي في، هاي تشتقها 1 0، هاي تكاملها وبعدين هيك تسوي. هذا تذكرون هذا الجدول راح تطلع لنا 4 ناقص 1 ساين زائد 1 على ان باي، حتى لو ما توصل لهذا المقدار يعني كوساين مثلا ان باي تعوفها. ولا ما كملنا البي ان راح نعوض بيه من بالفاكشن، الفاكشن ياها من عندنا اللي طلعناها قبل شويه اللي انت حافظها اللي هي ياهي هذه، هاي الفاكشن من واحد الى النهايه حل السؤال. هاي شويه تختصر لنا بالوقت. زين عندنا سؤال الآخر، expand the function من ناقص واحد الواحد من ناقص باي للصفر، هنا التردد شقد؟ 2 باي، التردد اللي هو من ناقص بي للبي، شقد البي؟ باي، زوجي لو فردي هاي القيمة وهاي القيمة، شبيهن؟ واحدة موجب واحدة سالبة، إذا الدالة فردية. فردية شبيهة هذا مثلهم صفارة، البي ان يشتغل فقط تكامل من صفر، طبعا شوف هي مو من ناقص واحد للواحد يعني هذا الجزء راح نهمله، راح ناخذ بس هذا الجزء ونضربه باثنين، يعني يا جزء هذا نهمل هذا بس ضرب بس واحد ساين ان اكس
على اليمن على بي، وين راحت الباي؟ هي ان باي على اليمن اكو باي فوق وباي جوا اختصر عندي اكس، هسه هذا تكامل الساين، بعد هو تكامل ساين فقط من صفر للباي راح يطلع قيمته هنا عوضة بالفاكشن طلع هذا. هذا السؤال اللي وراه. هسه نجي شلون الرسمة شنو معناته من الان واحد الان اثنين الان ثلاثة الان اربعة بالفاكشن قبل شوية، هذا الان هذا ايه هذا يعني هذا السميشن من واحد انفينيتي من الفتحة، من تكون واحد راح تكون هي بهالشكل هذا بالساين، بس احنا مالتنا الفاكشن شلون كانت من ناقص واحد للواحد هي كانت شكلها. بعدين من يبدي يزدود شوية يصير الان قيمة اثنية راح تكون بهالشكل هذا، من تزود الان اخر شي ترجع نفس الدالة مالتنا، من توصل الان طبعا هنا اربعة، من توصل 15 العفو الان 15 الان ثلاثة الان اثنين الان واحد، من توصل انفينيتي ترجع نفس الدالة مالتنا بس معبرين عنها بدالة الساين والكوساين. هذا هم وايرك مطلق اكس ناقص باي الباي تفتحه تحله هذا. نبدي بالهالف رينج اكسبانشن. الهالف رينج اكسبانشن وشنو اختلافه عن الموضوع السابق؟ الهالف رينج اكسبانشن اذا كانت الداله مو تردديه، داله بترددها فترتها من صفر الى ار، يعني شلون؟ يعني هذه الداله من صفر الى ار اذا كانت واحد، فهذا حتى نعبر عنها دلاله فورر سيريز راح نسوي لها؟ راح نخليها تكون تردديه، بس من تصير تردديه راح تصير بكيفنا، اريد نخليها فرديه بهالشكل هذا ونشتغلها على انه دالة فردية وتعيد نفسها بفترات. تريد تخليها لا تقول ما اريدها فردية خليها زوجية راح تكون بهالشكل هذا، هي اذا كانت فردية هاي اذا زوجية ونشتغلها، او لا فردية ولا زوجية يعني هذا الخط منها راح تكملها بهيجي يعني هيج تصير اللي هي لا فردية هاي هاي هذا لا فردية. وليش لا فردية؟ ما ينطبق عليها قانون التحويل، قيمة هنا مو نفس القيمة، فهذا لا فردية ولا زوجية هو كيفك تيجي تسويها زوجية تيجي تسويها فردية، أو هو يطلب من عندك يقول لك اشتغلها إنها فردية أو زوجية. هاي هسه احنا عندنا ثلاث مطاليب، واحد مرة راح نخليها زوجية ومرة راح نخليها نشوف السو هذا المطلب الأول even مرة even مرة odd مرة راح نعتبرها لا هي even لا odd. بس هذا even هذا الدالة مالتنا اللي هي دالة زوجية ينطبق عليها الشرط، اي قيمة هنا تساوي لنا قيمة هنا، الدالة الفردية هي شيء قيمة هنا تساوي نفس القيمة بس بالسالب، هذا لا فردية ولا زوجية. خلنا ناخذ مثال، المثال الاف اوف اكس تساوي لنا اكس تربيع، احنا نعرف رسم الاكس تربيع شلون، اي هو هذا الاكس تربيع، طبعا هذا هو ترسمه اكس هو اف اوف اكس، بس منين لوين؟ من الصفر للآن احنا نعرف هذا الرسم مالته. هسه هذه مطلب اي هو ايش قايل؟ اشتغلها كوساين سيريز مره ومره ساين سيريز ومره فورير سيريز، يعني مره فردي مره زوجي ومره فردي ومره. اول شيء ايش راح نعتبر هذه الداله مالتنا الكوساين سيريز؟ خليها هي تمتد وتتردد بهالشكل هذا، وبهيج حالة راح نشتغل ما تكون كوساين سيريز راح نطبق عليه قوانين الكوساين سيريز اللي هنا ذني، يعني البي ان صفر الاي نوت الى قيمة الاي ان الى قيمة ونعوض بالفاكشن الفور مو هيج. الاي نوت هو تكامل اثنين الى ال، تكامل من صفر الى ال اكس تربيع دي اكس هذا مكامله،
بعدين الاي ان هو اكس تربيع كوساين ان باي، هذه هم بالتجزئه وبالجدول، بالجدول افضل راح تطلع قيمه الاي ان، عوضهم بالفكشن طلع الحل السؤال هذا. هاي واحد زين. نريد المطلب الورا البي ان راح يكون له قيمه اللي هي هذه، البي ان له قيمه والاف اف اكس موجوده منه. نرجع هذا البي ان اكس تربيع ساين ان باي او، هذا نكامل ايضا بالجدول راح نطلع القيمه مالت من البي ان، نعوضها بالفكش. المطلب الثالث من تكون الداله لا فرديه ولا زوجيه، التردد مالتنا احنا بالسؤال هو ايش قد كان من صفر الى ال، من تكون لا فرديه ولا زوجيه يعني شلون شكلها يكون؟ يكون هذي وهذي، عفوا هذي هيجي وهيجي وهكذا، يعني من ناقص ال لحد الال تعيد نفسها. هذي الدالة تردد هو نص الال، ال على اثنين، واحد على بي يساوي لنا اثنين على ال، هذا القانون نعرفه. إذن n باي على ال هي n باي، n باي على b هي n باي على ال، فالاي نوت له قيمة والاي ان له قيمة والبي ان له قيمة لأن شكلها تغير. هذا كاملة تكامل اعتيادي، هذا بالجدول هذا بالجدول راح يطلعن. شوف احنا دائما ما نستخدم الجدول او التجزئة، نعوضهم بالفكشن هذا، نحل السؤال بالنوع الثالث اللي هي من تكون فور سيريز كامل. هذا الرسم مالتها، الحالة الأولى الكوساين والحالة الثانية الساين والحالة الثالثة بالفور سيريز، الرسم مالتها ثلاثة. كملت المحاضرة هذه اللي هي أنا بسألكم بها شيت، هذا شيت expand the function in approximate cosine or sine series كيفك يعني sine لو cosine، هو يعني تختبرها تشوفها فرضية لو زوجية. هذه لف ذني مجموعة أسئلة من كتاب دينيس، طبعا محلولات كل هنا، أنا حتى منزل هذا الحل مالت. موجود الحل بالكتاب بس أنا هنا الأرقام تختلف عندي، يعني 11 1 12 2 13 3 المهم انك تقول نفس المحلولات بالكتاب. هذا اللي يريد يروح الكتاب، واللي يريد يحل وحده خليه يحل وحده، واللي ما يريد يحل كيف. شكرا.